هو ليس فند فقط مسألة المصافي التي أعلن عنها وهي لا تشتغل بشكل حقيقي، أيضا يفند مسألة الكهرباء من أنه المحطات سوف تعمل أيضا. اليوم هنالك توقيع لعقد مع الغاز الإيراني، وقبل ذلك مع أذربيجان، وقبله مع قرقيزستان، وهذه العقود تنبئ بشكل لا يقبل الشك بأن الكهرباء سوف تبقى على شراء الغاز وليس تفعيل نعم. المحطات، وأن يقوم العراق بتشغيل محطات بمساعدة سيمنز، بمساعدة جنرال إلكتريك أو غيرها. وهذا يعطيك إشارة واضحة جدا بأنه الحكومة لا تعمل على الاستثمار وإنما تعمل على الريع، بأن لديها أموال من النفط تصرفها في الخدمات وفي الكهرباء وفي أمور غيرها. هذا القرار هو قرار جبائي فقط ليس أكثر، من لجباية الأموال، ولأنه العراق مقبل على بسبب الإنفاق الكبير الذي ينفقه على اقتراض، والبنك الدولي ربط بين الاقتراض ورفع الحكومة يدها عن دعم المنتجات الاستهلاكية اللي هي النفط والغاز وغيرها من الأمور اللي يستهلكها المواطن. فأساسا الأمر جاء استجابة للجباية حتى تتعظم الموارد غير النفطية من خلال الجباية فقط وليس من خلال الزراعة والصناعة والاستثمارات وغيرها، واستجابة للبنك الدولي لأن البنك الدولي علم أن العراق سوف يقترض، وقبل أيام العراق سدد فوائد بمقدار 10 تريليون، وهذا ما أعلنته رسميا اللجنة المالية النيابية وتحديدا رئيسها النائب عطوان العطواني. فلذلك الآن الحكومة تتوخى أن تجبي أكثر ما تستطيع وترضي طيب البنك الدولي حتى تكون نعم مستعدة للاقتراض. نعم